Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سودده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مخطونا مقطوع السرة بيده القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه
فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوش روان سمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعرى وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاج ينابيعها تيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فناة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع
شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين صراه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف بن منده وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزيه وطرز السعد برد عيشها الهني ووشاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيب من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قوى. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته الأمة الخيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صبا ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية، حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية، فحباها من حبائه الوافر بحبا، وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط برله وندى والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيب من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.